حمام. للمحسنين. لا، العظمة التانية بقى، حضرتك كنت سبب بعد الله سبحانه وتعالى ان كان في بيت هيتخرب، في رجل فاضل يعني ربنا يهديه، يعني طلق مراته شفويا تقريبا، هو يعني بيقول 3 مرات. ففي ناس قالوا لا خلاص هي كانت حرام عليك، فجال حضرتك، فحضرتك كمل لنا بقى الحكاية. والله هو طبعا أبغض الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق. وطبعا يمكن زي ربنا ما قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. موضوع الطلاق موضوع شائك جدا، خاصة في المجتمع بتاعنا. أي حد بيعلق الشماعة عليه، واحد اتضايق من الست بتاعته، او واحد مش قادر ينفذ عليها، او واحد عايز حد يسمح كلامه وهو مش مسموع كلامه، فبيبدا ايه يحلف بالطلاق علشان يثبت وجوده او ذاته. خدت حضرتك؟ فطبعا احيانا بيذهبوا الى بعض العلماء وبيقولوا ان خلاص كده الطلاق انت كده واقع، وما بيسالوش بقى عن الاسباب او الظروف اللي كان فيها الطلاق، كان شكله ايه، لان ده طبعا انهيار الاسره. يعني ما يبقى فيه 3 اولاد وفيه زوجه وبيت هينخرب، والزوج بيقول انا عمري ما فكرت ان انا اطلق مراتي، لكن كان تحت ضغط نفسي او ظروف يعني دفعتني للكلام ده. طيب غير كده فيه حاجات تانية جدا كتيره جدا ممكن تخلي الطلاق مش واقع. انت درست بقى الحاله؟ طبعا، لان اصل هو برضو عايزين نقول الناس في امور يعني ما ينفعش احنا نفتي فيها مع بعضينا، لا ده لازم شيوخنا هم اللي يقولوا. شوف حضرتك، هو يعني البنت كانت حريصه على انها تسالني في التليفون، وكان الزوج مش راضي يتصل بي. فالمهم ربنا هداه واتصل بي، فقلت له احكي لي. طبعا هي حكت لي قبل كده، فشفت الظروف وقلت له يا ابني خلاص انت زوجتك دلوقتي حلالك، انت ترجعها لك وكانك المعاشره الزوجيه عادي خالص، وبس لازم تجي لي عشان يعني يبقى في نوع من التاديب او التعذير عشان نعلمه ده غلط، ما تعملش الغلط ده تاني، او هي ممكن يكون الخطا منها ده غلط. لا لا استاذ، بيبقى غلابه والله. ده غلط يا بنت. لا يعني. لا ما تتحيزيش يا استاذه، لا هي غلبانه يعني، احيانا بيخرجوا الشيخ الراجل عن شعوره. لا طالما اتصلت بحضرتك يبقى هي مش عايزه بيتها يتخرب. بالظبط بالظبط. هو طيب احنا يعني. لا هو سواء من ناحيه الرجل او من احنا بندور على ايه، كيان الاسره. عدم انهيار هذا الكيان، ده يعني مجتمع لابد ان احنا كلنا نحافظ عليه. وهنا فيه دور للاب والام او الاخ او الصديق، الناس اللي موجودين حوالين الزوج والزوجه. الام لازم تنصح بنتها بامانه، ما تسيبها من العاطفه خالص. يا بنتي عيشي، يا بنتي ما ينفعش تكلمي جوزك كده. وكذلك الاب، يا بنتي لا انت لازم تتحملي. وللابن، يا ابني دي بنتي ناس، ده لازم يا ابني تحافظ عليها ولازم تخليك بالك منها. يعني انت ترضى ان اختك يتعامل معاها كده، بنتك يتعامل معاها كده؟ لازم من كلا الطرفين، الاسره او الكبير او الصديق او الاخ، يكون مصلح مش مفسد. لا ده تستاهل، ده بنت 60 في 70. لا ده اخبطيه واعمليه يا بنت ما تسمعيش. لا الكلام ده كله حرام. احنا عايزين نكون مجتمع صالح، احنا ناس مسلمين، احنا ناس ربنا حاسبنا على كل كلمه احنا بنقولها. عايزين الاسره يبقى فيه تماسك اسري، عايزين يبقى فيه تعاون. احنا في زمن عايزين كل واحد يبقى قلبه على قلب الثاني، الزوج قلبه على قلب الزوجه، والزوجه قلبها على قلب الزوج، ونساعدوا بعض ونعدوا الازمات اللي احنا بنعيشها. طب